ها عايز ايه؟ محتاج 10 جنيه سلف. تاخدها 10 وتجيب 20. الحساب كده تقل واخرتها. خلاص هقبض كمان اسبوع دي فلوسك. بقالك شهرين كل شويه تقول الاسبوع الجاي. خلاص اول ما اقبض هرجع لك فلوسك. ويلا انا متاخر مش ناقصه. خد لو فضلت كده عمرك ما هتاكل عيش. حبيبي انت شرفت يا بيه. الساعة دلوقتي 9:30 يعني متأخر نص ساعة. ايه هي التكاية بتاعت ابوك؟ الله يرحمه. ايه؟ بتقول ايه؟ لا يا فندم انا بقول الله يرحمه. انت هتستهبل يالا؟ لو مش عاجبك الشغل يلا مع السلامة. في 100 واحد قايل على هوا مستنيين اشارة واحدة مني. يعني مش سامع لك رد. يا فندم انا يشرفني ان انا اشتغل مع حضرتك. بس ايه؟ انا بقول لو انا بقول لو يعني لو بس يعني تديني جزء من مرتبي لحد ما اقبض. ما هو الرك عليك يا استاذ. ما انت لو شايف شغلك كويس كنت خدت مرتبك كله. انت بتبطن بتقول ايه؟ لا يا فندم انا تحت امر سيادتك. انا بقول حاضر. انا اسف ومش هتتكرر تاني ان شاء الله. انا ماشي. تقعد تخلص شغلك كله وتقعد نص ساعة زيادة وهكلمك. على الله ملاكش. الو يا باشا انت تأمرني. مسافة السكة وكون عندك. مع السلامة. الو يا فندم. لا انا صاحي. خلصت الشغل كله تمام. حاضر يا فندم. مع السلامه يا باشا. احنا خدامينك. اعتبر الموضوع منتهي. عايزك تنام وتشخر. يا استاذ ما افرجوا عنك. انا مش مجرم عشان حد يفرج عني. يا عمي يا انا في الحبس بظلوم. دي قلتها. عملت ايه مع المدير بتاعك؟ قبضك ولا لسه؟ خلاص هانت ان شاء الله. كلها اسبوع واقبض وتاخد فلوسك. بقى تعالى قابلني. موت يا حمار. يا ابني انت في ايدك كنز يعيشك ملك طول عمرك. خليك حرك. الامور كده كده هتمشي بيك. من غيرك هتمشي. ما هي هي.
انا داخل انام. انت حر طبعا. طبعا يا فندم تحت امر حضرتك. طيب هو حضرتك عايزه الحجز لكام فرد؟ يا فندم اعتبري الحجز منتهي. تروح وترجع بالسلامة ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. ايوه يا فندم. فين النيلة التاني؟ لسه ما جايش يا فندم. يعني لسه ما جايش؟ ازاي انا اخدت الحبل معاكوا قوي؟ بقول لك ايه؟ ايه رايك لو تعمل لي انت القهوة؟ انا؟ ايوه انت. بس مفيش بس، يلا يلا مش هتاخد منك خمس دقايق. حاضر يا ألف شكر يا شرف. العفو يا فندم. عمين ألو كله تمام؟ لا لا ما خدش باله من أي حاجة. ايه اللي اخرك؟ زحمه وصلت انت عارف. مدير سال عليك وكان متنرفز. خش له السرقه وعدك. ربنا يستر. ثانيه واحده خليك معايا. انت اتاخرت ليه؟ الظهر دلعتكم قوي. مواصلات يا باشا. مواصلات ايه يا حبيبي؟ انت هتستهبل؟ اتفضل ما تأخرش تاني. مخصوم منك 3 ايام. ايوه يا ريس تمام كده قوي يا عم. خليه كده اهو نافعنا. لا يرى لا يسمع لا يتكلم وفي نفس الوقت امين على الشغل اللي تحت ايده. يعني مفيش خوف منه. طيب أشوفك بالليل.